بشعر أشقر وأحمر وأوتفيت ترندي. دانيالا رحمة تصدرت غلاف مجلة يانغ وفاجأت جمهورها باللوكات اللي طلت فيها. ومثل ما هي تحضر مفاجآت، أيضا محبينها ما يفوتون فرصة لمفاجأتها. فبالتنسيق مع ذا إنسايدر بالعربي، عدد كبير من معجبينها اجتمعوا بأحد المقاهي في بيروت، ونحن رافقنا دانيالا بحجة لقائنا معها. مفاجأة كتير حلوة، صدمت صراحة، خاصة بس شفت عدد الأشخاص اللي كانوا موجودين. يعني وأنا بجرب قد ما فيه دايما نشوفهم على قليل مرة بالسنة، بس اليوم كان كتير كبير، كانت كتير كبير الجمعة، ومبسوطة من قلبي. وحلو حلو هالشي عن جد، تتشوف قد ايه في ناس بتحبك ومن قلبهم ومن كل قلبهم شاركوها بافكارهم ومحبتهم. قالوا لك كثير اشياء اليوم، انت شو بتقولي لهم؟ خليكم هيك مثل ما انتم، حقيقيين ومن القلب. يعني ما عبالي اشوفكم عم تتغيروا، حبيتكم هيك كيف انتم، عن جد عالم حقيقيه وبتحكوا من قلبكم وشايف البراءة بوشكم وبعيونكم. حلو هيدا الشيء كتير، خلي المحبة دايما هيك جوات قلبكم. بل أرادت أن تكون ملكة أيضا بالتمثيل. دانيالا، المؤثر كمان اليوم أنه في أشخاص مثل ما ذكرتي كبروا معي، يعني كنت عم تقولي لي كانوا صغار. يس، كانوا صغار، كانوا أطفال، هلأ عم قاعدة مع فان بعرفها من هي والقد، عم بتقول انه صارت ميد وايف بالمستشفى، وحدا صار نيرس، وحدا عم يدرس ميديسن. ويعني I'm so proud عن جد، كلهم هيك بتحسهم هيك مركزين على القصص اللي بدهم اياها بالحياة وعارفين شو بدهم. و I'm proud of them. ودانيالا ايضا فخورة ببنت من الفانز ماشية على خطاها بالتمثيل. بلشت بالتمثيل وفاتت بمسلسل النار والنار، اخذت دور صغير. قالت لي بس انا كان عندي دور تاني وما اخذت الدور الكبير. قالوا لي ايه رجعوا اخذوا حدا تاني وعطوني الدور الصغير. قلت لها لك انبسطي هلا، قد عمرك 17، انبسطي قد ما فيك، لانه هول احلى ايام حياتك. انه بكره بس تكبري وتصير تحسي انه معجوقه وفي شغل كثير، ما حيكون عندك وقت عن جد تعيشي. ف Yes, enjoy the moment. ودانيالا بهاليوم طبقت هالمقولة، ووجود الفانز حولها نساها تعب الفترة الماضية. اليوم أحلى نهار، أنا تعبت كتير هالفترة بالتصوير، وهيك اليوم حاسة إنه أوكي صار لي فترة عم بشتغل، وليك شو إجاني كل هالحب. قد ايه حلو انه يجيك كل هالحب من الناس، يعني هذا احلى شيء بالنسبه لي. وبنهايه هالجمعه شوفوا كيف ودعوا الفانز نجمتهم. بدي مسج منكم كلكم لنختم فيه لدانيالا، شو بتقولوا لها بصوت عالي؟ وعبارة أوبا رينا رينا، دانيالا رددتها بشكل كبير ضمن مشاهد مسلسل الموت بجزئه الثالث. وبحسب ما خبرتنا، هالتجربة كانت الأصعب عليها بين الأجزاء السابقة.